شرفني وينورني كمان عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام بالنادي المصري. يا كابتن محمد مشرف ومنور كالعادة. تحياتي ليك يا كريم وتحياتي لكل القائمين معاك على العمل. وحشتني جدا جدا دايما جداً. وحشني يا كابتن. ربنا يخليك يا كريم. في بداية كلامي بس بعزي أنفسنا ونعزي أسرة الرياضة المصرية وأسرة الكابتن إيهاب جلال. رحل عندنا واحد من بعيد عن الكورة خالص كابتن إيهاب، يعني مش أنا اللي هتكلم عليه في الكورة، لكن شخصية نادرة في كرة القدم يعني بصراحة، يعني فبنعزي نفسنا ويا رب يصبرنا ويصبر أهله يا رب. البقاء لله يا رب ولأسرته إن شاء الله يكون في الجنة دلوقتي بإذن الله يا رب. طيب كابتن محمد، إمبارح بتفرج على المباراة واحب اقول لك ان حضرتك وقعتوا قلبنا كلنا، وقعتوا كل الجماهير المصريه، قلب كل الجماهير المصريه. المصري في مباراه الذهاب كان جيد جدا واضاع انتصار، في مباراه العوده كان جيد جدا وكان ممكن يكسب بفارق وكانت الامور تبقى سهله، لحد ما وصلنا لضربات الترجيح بصراحه يعني بين قوسين كده والامور ما كانتش مستاهله. طبعا اكيد اكيد يا كريم، لكن في الاخر بقول الحمد لله مكسب صعب لكن الهدف اتحقق. لكن فعلا زي ما انت قلت يعني احنا كجهاز فني برضه الماتش مش احنا اللي صعبناه على نفسنا، الماتش هناك كان سهل نكسب ونخلصه. ادينا مباراه كويسه وتقدمنا مره واثنين، اخطاء وده وارده في كره القدم، بس المشكله اللي عندنا كجهاز فني ان الاخطاء تبقى مكرره وصعب جدا انك انت نازل عشان تكسب وتجيب جون وفي اول هجمه تيجي عليك ضربه ثابته جون خطا مننا برده. لكن رجعنا في الماتش وقدرنا ان الشوط الاول 2-1 وعملنا تغييرات عشان نمسك نص الملعب مننا ونحافظ على المكسب. في الاخر جبنا جون ثالث في الدقيقه 82، فطبيعي خلاص يعني الفرقه برضو الثانيه طبيعي ان هم يهاجموا بكل الخطوط اللي عندهم، لكن في الاخر اخطاء فرديه. ولا انا ولا انت ولا الكابتن علي يقدر يعني وانا الكوره معايا وانا لعيب مش هقدر اقول لك اتصرف فيها ازاي. لكن في الاخر يا كريم فوز مهم، كملنا الرباعيه المصريه ان احنا نوصل في دور المجموعات لاربع فرق في مصر. في اخطاء ان شاء الله نحاول الفتره اللي جايه نصححها. دعمنا لكن التدعيم ما قدرناش نشارك حد بصفه حتى كوقت قصير، لان انت عارف ان اللي هم جم كانوا مريحين من يوم 18 فتضموا لنا يوم حوالي 30 فما لحقوش ياخدوا عدد تمارين، وده بيفرق معانا قوي مع كابتن علي في عدد التمارين اللعيبه عشان يقدر يحفظ السيستم اللي موجود والشغل اللي موجود ويبقى حتى بدنيا، لان هو برضو اللعيب اللي جاي ده يهمنا ان احنا نلعبه ويكون شكله كويس. لسه في تدعيمات تانية ولا خلاص كده استكفيتوا بالتدعيمات اللي حصلت؟ يعني الحمد لله احنا اخر صفقتين خالد صبحي من المدافعين دي مدافع دولي ومدافع كويس والقرموطي واثنين لعيبه طبعا الافارقه بادجي وجبنا لعيب منتخب بنين في نص الملعب. فلو اتيح لنا لعيبه واحنا محتاجينها في مراكز اكيد الكابتن علي هيتكلم مع مجلس الاداره اللي ما تاخرش عن الفرقه خالص بقياده مستر كامل ابو علي ومستر موسى مشرف عام على الكوره. فلو في لعيب هيضيف لفرقه النادي المصري اكيد مش مانع ان احنا نضيفه. يعني عمرو موسى لحد الموسم اللي فات كان من اللعيبه المهمه في الفريق، كابتن من كباتن الفريق، لعيب مميز جدا، ليه تم الاستغناء عنه بشكل كان يبدو مفاجئ للبعض؟ يعني عمرو من كباتن النادي المصري ومن لعيبه كويسه جدا اخلاقيا قبل الكوره، لكن هي دي سنه الحياه يا كريم وده قرار مشترك يعني، فنتمنى له ان شاء الله التوفيق يعني في حياته الرياضيه اللي جايه. امور فنيه فقط يعني ما كانش في اي مشاكل من اي نوع؟ لا عمرو طول عمره في النادي المصري ما عملش مشكله مع حد، يعني عمرو احنا على المستوى الشخصي بنحبه جدا جدا ونتمنى له التوفيق. المصري الموسم اللي انتهى منذ ايام يعني منذ اسابيع قليله كان عامل موسم جيد جدا، يعني الموسم الجديد باذن الله انتوا بتتطلعوا لايه يا كابتن محمد؟ طموحكم بقى واصل لحد فين؟ انا بس يا كابتن كريم بديني بس دقيقه اكلمك فضل. عشان الناس برضو تفهم. النادي المصري النادي الوحيد اللي ما ريحش من ساعه بدايه الدوري اللي فات بقالنا 13 شهر. النادي الاهلي اتخذ قرار بالانسحاب من كاس مصر، وده كان بالنسبه للنادي الاهلي قرار صح، وانا شايف ان هو كان قرار صح بدليل اداء النادي الاهلي لما اللعيبه ريحت رجع فتره اعداد قصيره لكن راجعين فايقين. نادي الزمالك كمان ونادي بيراميدز كمان بعد النهائي كاس مصر ادى مجموعه كبيره جدا حوالي 10 ايام، لكن احنا اقصى اجازه خدناها 4 ايام. وكل الناس اللي بتلعب معانا في بدايه الدوري والحمد لله من بدايه الدوري اللي هي في المربع واحنا في المربع ممكن نكون تاني تالت، لكن في الاخر نهينا في المربع بشكل كويس ووصلنا افريقيا.
الحمد لله الحمد لله. النادي المصري اللي جاي افضل بالتدعيمات اللي موجوده، ده عندنا لعيبه كويسه جدا في الاماكن اللي احنا عايزينها. فان شاء الله نتمنى الدوري الجاي هيبقى شرس جدا، الدوري هيبقى صعب جدا. لا ما هو بس يا كريم الحمد لله اتغلبنا عليها في الدقيقه. ان امبارح لما يخش في جون في الدقيقه 44 وتبقى 3-2 وتوصل ضربات الجزاء، وانت قبل كده في بطولتين طالع من نهائي قبل نهائي الرابطه بضربات الجزاء، وطالع من بيراميدز في نهائي قبل نهائي كاس مصر بضربات الجزاء، فنفسيا ممكن اللعبه تقع منك شويه. صح بصراحه بشيد بدور الكابتن علي في خلال دقيقه الراحه دي لحد قبل ضربات الجزاء، قدرنا نقول للعيبه ان هي لازم تبقى عندك ثقه في نفسك، وده اختبار، والحمد لله قدرنا نعدي الاختبار الصعب ده ونوصل لدور المجموعات ان شاء الله. كابتن محمد عبد الكريم المدرب العام بالنادي المصري البورسعيدي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهاتفيه.